أهلا بيكم في قراءة اختر كارت. هنعمل دلوقتي إن شاء الله اختر كارت عن العلاقات الكرمية أو علاقات الدروس. نشوف إيه الحاجة اللي أنت اتعلمتها من الشخص ده وإيه الحاجة اللي هو علمها لك. كمان لو أنت كنت لسه معرفتش إيه هي الحاجة دي، فالقراءة دي علشان تخليك تعرفها، علشان تبتدي إن أنت تشتغل على نفسك وتتعلم الشيء اللي أنت المفروض تتعلمه علشان تكون أنجح في حياتك، وكمان علشان تسرع من العودة لو كان في ما بينكم انفصال بإن أنت تكون تعلمت الدرس. كمان لو كانت دي علاقة عادية جدا مش علاقة كارما، تقدر برضو إنك تشوف الفيديو ده، لأن حتى العلاقات العادية برضو شيء طبيعي إن إحنا بنتعلم من الأشخاص اللي حوالينا حاجات وبنأثر فيهم وبيأثروا فينا يعني. فتقدر برضو إن أنت تشوف الفيديو ده. احنا معانا مجموعتين، اول مجموعة الحجر الابيض او الحروف دي بحروف الشخص اللي في دماغك، يعني اعتقد ان انتوا كده شايفينها، لان في ناس بتقولي اقرا الحروف حرف حرف، فيعني هي واضحة اهي علشان تعرفوا وتختاروا، او بالكروت دي اول مجموعة. المجموعة الثانية الحجر البني او الحروف دي او الكروت دي، الحجر اهو البني، اختاروا بالطريقة اللي تعجبكم، مجموعة لشخص معين في دماغكم او اكتر من مجموعة لاكتر من شخص زي ما تحبوا. اوكي، هنبدأ باول مجموعة، الناس اللي اختارت الحجر الابيض واختارت الحروف دي والكروت دي. خلينا نشوف ان شاء الله خير. اوكي، طاقتك انت عندك تعلق مرضي بهذا الشخص. اعتقد النهاردة تالت يوم، يعني انا بعمل كل يوم قراءة او قراءتين. النهاردة تالت يوم يطلع لي الكارت ده في الطاقة، قراءات كتير يطلع لنا الكارت ده في الطاقة، مع ان انا بوزع الكروت كويس وبفنطهم كويس يعني. فطلع لنا ان انت فعلا عندك تعلق بهذا الشخص، ومن الواضح نسبة كبيرة منكم كده، ومن الواضح فعلا ان الشخص ده سام، لان ايه الشيء اللي انت اتعلمته منه؟ انت اتعلمت منه الغموض، ان انت ما تبقاش كتاب مفتوح لاي حد. كمان اتعلمت منه الحزن والكآبة، يعني دايما هو شخص كئيب، شخص بينظر لنص كوباية الفاضي مش نص كوباية المليان، شخص تشاؤمي. فعلمك ان انت تكون كده انت كمان، يعني اخدت منه اشياء سلبية واخدت منه طاقات سلبية كتير، فهو علقك بيه لدرجة ان انت كمان يعني بقيت كوبي بيست منه كايجابيات وسلبيات، اخدت منه كل حاجة. هو بقى اتعلم منك الايجابية، يعني شايف الكارتين دول عكس بعض تماما، انت اتعلمت منه السلبية والغموض وهو اتعلم منك الايجابية والاقبال على الحياة، ويعني اتعلم منك انه حتى لو كان خسر ما بيهموش خسايره، بيمشي لقدام. فغالبا انتوا بدلتوا الطاقة، يعني انتوا بدلتوا الطاقة مع بعض. في عندكم شعور بالوحدة، شايف انت بقيت في طاقة الديفل وهو في البيج اوف كابس. انت علمته ازاي انه يكون ايجابي مرح وحبوب وطيب وحكيم، انما انت بقيت يمكن خلاك نرجسي كمان. والله يمكن انت بقيت بتتعامل مع الاشخاص بنرجسية، او يمكن لو هنبص للموضوع بشكل ايجابي بقيت تحب نفسك اولا وتضع نفسك اولا وتحب نفسك اكتر، لو دي هنشوفها من ناحية ايجابية يعني. لكن هو خلاك اكثر تشاؤما، طفاك، يعني انت كنت منور وايجابي، هو طفاك الشخص ده،
فأثر عليك بشكل سلبي أكتر من إيجابي. يمكن لو أنت اتعلمت منه حاجة إيجابية، اتعلمت إن أنت ما تضحيش كتير من أجل الآخرين، اتعلمت إن أنت تحب نفسك أكتر، إن أنت يمكن اتعلمت كمان تضع حدود ما بينك وما بين الآخرين، لأنه لغاية يعني حتى لو أنت اتعلمت الحاجات دي دلوقتي، بس لغاية دلوقتي أنت برضو لسه ما فكتش نفسك منه. يعني حتى بعد ما اتعلمت الحاجات دي أنت برضو لسه ما فكتش نفسك منه يعني. فمن الواضح فعلا إن هي كانت علاقة سامة، ودلوقتي انتوا الاتنين يعني مفتقدين لبعض. الشخص ده مفتقدك، لان من الواضح برضو ان انت تباعدت واختفيت حتى عنه، فهو مفتقدك جدا بس هو ما بيبينش، وانت كمان مفتقده وما بتبينش. من الواضح ان انتوا بقالكم فترة طويلة ما تواصلتوش، ويمكن كمان كل واحد منكم راح ارتبط بحد جديد، لكن انا بشوف ان في عودة ما بينكم. فالمهم يعني انت علمته انه ازاي يكون ايجابي، ازاي يبص للامام، ازاي ان هو ما يهموش خسايره، وانت اتعلمت منه ان انت تحب نفسك اولا وتضع نفسك اولا. ولكن الشيء السلبي اللي انت خدته منه الكآبة نوعا ما، او ان انت بتبص لنص الكوباية الفاضي. لو الشخص ده اتعلم منك حاجة سلبية، فوالله ولو ان انا ما بشوفش ان ده شيء سلبي، يعني اتعلم منك الصرامة، يعني انه لما حاجة ما بتعجبوش بيقطع ويمشي، ما بيعاتبش مثلا. فلو ده شيء سلبي فيك، هو ده الشيء السلبي اللي اتعلمه منك، لكن هو استفاد منك ايجابا اكتر وانت استفدت منه سلبا اكتر. خلينا طيب ناخد لك نصيحة من الملائكة. في هنا برج الجدي، برج الحوت، الحمل والثور، العقرب، الدلو. الدلو والعقرب والحوت متكررين، وكل الطاقات موجودة. كومبرومايز، هيكون في حل وسط ما بينكم ان شاء الله. فدي كانت قراءتكم المجموعة الأولى. الناس اللي اختارت الحجر الأبيض واختارت الكروت دي، سوري الكروت دي او الحروف دي، اتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معانا على مجموعة اخرى. نروح بعد كده للاختيار التاني. الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الحروف دي او الكروت دي، خلينا نشوف انت اتعلمت ايه منه وهو اتعلم ايه منك. ده انتوا من اولها كده متعصبين. ثواني بقى اجيب الكروت اللي طارت دي. شكلكم مستعجلين تعرفوا، يعني انتوا شخصيات متسرعة واندفاعية ولا ايه؟ خلينا نشوف. اوكي، القراءة دي بقى عكس الأولانية، أكيد حد منكم هنا والتاني هناك. من الواضح إن أنت عامل خطة على الشخص ده أو بتعمل خطط عليه، مش ان انت بالظبط عايز تلعب عليه او ان انت شخص متلاعب او كده، لكن انت عايز تعلق الشخص ده بيك، مش علشان تسيطر عليه، ولكن علشان انت عايز تضمن وجوده وتضمن ان هو خلاص كده بيحبك. فممكن مثلا تكون انت بتعمل حركات، بتبعد، بتتقل عليه، يكلمك ما يردش، يكلمك ما تردش، تبين له مثلا ان انت ملان، مع ان انت ممكن تكون من جواك متغاظ جدا. ممكن انت برضو تكون بتعمل حركات تبين له مثلا ان انت ارتبطت بحد جديد، او ان انت حواليك اشخاص كتير عشان تغيظه وتصير غيرته. يعني بشوفك بتعمل حركات عليه علشان تخليه ان هو يتعلق بيك اكتر. احتمال اصلا تكون الحركات دي هي اللي طفشته يعني. انتوا ما بتتكلموش، في انفصال ما بينكم هنا.
لأن هنا في طاقة ندم، وطاقة الندم هنا متبادلة ما بينكم انتوا الاتنين. انتوا الاتنين حاسين ان العلاقة دي انتهت بلا رجعة، وان هي ما فيهاش اي فرصة تاني، ما فيش اي فرصة للعودة، خلاص العلاقة دي انتهت. بلوكات من كل حتة، ما فيش حد وسيط ما بيننا، كل واحد مننا في بلد، خلاص احنا كده مش هنشوف بعض تاني. منتهية بطريقة لأغلبكم طبعا، أكيد مش كلكم، لكن منتهية بطريقة إنه هي ما فيهاش رجعة يعني. فأنت من الواضح إن أنت كنت بتعمل حركات على هذا الشخص، وما زلت بتعمل الحركات دي علشان تجتذبه ليك، أو تخليه إن هو يتمسك بيك أكتر يعني. الحقيقة إن الشخص ده فعلا حركاتك دي جايبة نتيجة معاه، ومخليه إن هو يتمسك بيك، وهو شكله من الأشخاص اللي متعود إن الناس كلهم بيجروا وراه، هو ما بيجريش ورا حد. هو بقى حاسس إن أنت زنقته معاك في العلاقة دي، وإنه أي علاقة بيدخل فيها ويخرج منها بيعرف يخرج عادي، هو مش عارف يخرج من علاقته معاك، فحاسس إن أنت سيطرت عليه، وهو مش سهل إن حد يسيطر عليه. أنت اتعلمت إيه من الشخص ده؟ أنت اتعلمت الجدية والإتقان، الانضباط، يعني اتعلمت منه ان انت لما تعمل حاجة تعملها باتقان مهما كانت الحاجة دي بسيطة. يعني مثلا ولنفترض على سبيل المثال عندك بنطلون انت متعود بتغسله ينشف تحطه في الدولاب وخلاص، لا الشخص ده علمك ان انت ازاي تغسله بطرق معينة، وتضيف عليه مواد مثلا تحافظ على لونه بعد ما ينشف يتكوي الاول. يعني علمك الانضباط والدقة في حاجات حتى لو كانت بسيطة مثلا، فأنت اتعلمت منه الحسوكة يعني زي ما بيقولوا، أو الانضباط في كل حاجة والتدقيق في التفاصيل الصغيرة. ممكن تكون دي حاجات بسيطة أو حاجات سطحية، لكن في مواقف معينة بتكون حاجات مهمة، فأنت اتعلمت منه يعني الانضباط، التركيز في التفاصيل. يمكن دي حاجات انت ما كنتش بتركز فيها في الماضي، يعني علمك ازاي ان انت تجتهد، مش بس تطبخ الطبخة كده وخلاص، لا ده انت تعملها بمزاج، وتجيب المقادير وتظبط الوقت المعين وتضيف بقى بهارات وحاجات كتير. انت كنت متعود تطبخ كده وخلاص، لا هو علمك طرق جديدة وعلمك حاجات جديدة انت ما كنتش تعرفها في السابق، فأنت اتعلمت منه الدقة يعني. لو أنت اتعلمت منه شيء سلبي، فممكن تكون أنت اتعلمت الانعزالية، إن أنت تكون لوحدك وتستغنى مثلا عن أشخاص كتير. فلو من ناحية سلبية، فممكن تكون أنت اتعلمت منه إن أنت تكون لوحدك، إن أنت ما تحتاجش لحد. ولكن الشيء السلبي برضو اللي انت اتعلمته منه التعلق. انتوا الاتنين متعلقين ببعض على فكرة، بس الفكرة ان الشخص ده دلوقتي بيعمل شفاء وبيعمل توازن، يعني انت لا، انت ما بتعملش شفاء، انت مركز بس في تطوير ذاتك، يعني ما مركز في تطوير ذاتك لكن مش بتعمل شفاء طاقي، فهمتني؟ يعني هو مثلا بيعمل توازن، يعني بيظبط طاقته، انت بتظبط برضو حياتك الخارجية، مش بتظبط نفسك من الداخل، فهمتني؟ يعني الموضوع اتعكس بالنسبة لكم. انت كان الاول عندك طاقة شفاء، واديت له هو طاقة الشفاء دي بحيث ان هو يشفى داخليا، وظاهريا انت ما كنتش مهتم مثلا، سواء بشكلك الخارجي، بشغلك، بتطوير ذاتك، هو كان كده. فجه هو عكس عليك الشيء ده، فبقيت انت تهتم ظاهريا وداخليا لا، هو ابتدى بقى يعمل الاتنين، فانت اهملت الشفاء الداخلي بتاعك. انت كنت كده، ارجع كمل شفائك الداخلي وخليه ماشي بالتوازي مع تطورك الخارجي، يعني امشي في الاتنين مع بعض، ما تركزش على حاجة واحدة، فهمتني؟ يعني هو مثلا لما كان مهتم بنفسه ظاهريا ما كانش مهتم بشفاء طاقته، لكن لما انت علمته ازاي ان هو يشفي طاقته، ما وقفش ان هو يهتم بنفسه ظاهريا، سواء كشكل خارجي او كنجاحات وانجازات، كمل في الاتنين مع بعض.
فانت ما عملتش كده، فحاول انك تعمل زيه. الشخص ده لو كان اتعلم منك شيء ايجابي فهو اتعلم منك الحزم والصرامة، اتعلم منك الفكر الروحاني، اتعلم منك ازاي ان هو برضو يعرف قدر نفسه. الشخص ده ما كانش عارف قدر نفسه يعني، فتعلم منك ان هو بقى يعرف قدر نفسه، يهتم بنفسه، يهتم بالنجاحات والانجازات. هو تقريبا كان مهتم بشكله الخارجي، مهتم بهو من عيلة مين، لكن هو شخصيا ما حققش اي نجاحات يعني. فانت علمته ازاي ان هو يحقق نجاحات شخصية، ازاي انه يعتمد على الفكر العقلاني والروحاني مش بس على القيم والعادات والتقاليد وكده يعني. من الواضح زي ما قلت لك انه انتوا الاتنين فاقدين الامل في عودة العلاقة دي، وانتوا الاتنين غالبا كل واحد منكم مستني التاني يبادر. انا بشوف ان هيكون هنا في مبادرة، بس المبادرة دي هيكون فيها مشادة كلامية الاول، من بعد كده هيكون في لقاء ما بينكم. بس انتوا لسه ما وصلتوش على فكرة للشفاء التام يعني. اللقاء ده هيحدث بس مش قريبا، لازم تمشوا كمان شوية لقدام في خطوات الشفاء، لان انتوا لسه ما وصلتوش للشفاء التام يعني. هندي طاقة مثلا 3 شهور كمان من وقت ما انت بتسمع الفيديو ده، لسه شوية يعني. ما بشوفش ان العودة دي هتكون سريعة، لان انتوا لسه ما يعني، خصوصا انت كمان لسه ما اشتغلتش على شفائك الداخلي او ركنه بقالك فترة يعني، فده الشيء اللي انت محتاج تشتغل عليه. فزي ما قلنا انت اتعلمت منه الاجتهاد، الانضباط في العمل، الاهتمام بالظاهر وبالنجاحات والانجازات. لو اتعلمت منه حاجة سلبية فممكن تكون اتعلمت منه الانعزالية والتعلق الزائد. هو اتعلم منك ازاي ان هو يكون شخص ناجح، ازاي ان هو يعتمد على الفكر الروحاني والعقلاني، ازاي انه يطور نفسه من الداخل ويعمل شفاء لنفسه. لو اتعلم منك شيء سلبي فاتعلم منك بعض القيود او الفكر الضيق نوعا ما. انا بشوف ان هيكون في فرصة كويسة ما بينكم، لكن مش دلوقتي، محتاجين تمشوا كمان شوية خطوات في شفائكم يعني. خليني طيب اخد لكم نصيحة من الملائكة في هنا برج الدلو والعقرب والقوس، الجدي، الاسد، الجوزاء، والعذراء، وطبعا كل الطاقات موجودة. جمع معلومات زيادة في عندك نجاح، فان شاء الله ربنا هيوفقك يعني. حاول بس ان انت تركز على شفاء ذاتك داخليا وتوازنك. الشخص ده بيحاول انه يكون متوازن، انت لا، انت غالبا بتتوازن عن طريق الغير، مش بالظبط ان انت مثلا، اصلا انا مش حاسس ان انت شخص متلاعب، مع ان الكارت ده بيقول كده ان انت مثلا تقلل من غيرك علشان تكون شخص ناجح. انا مش حاسس ان انت كده يعني، ما عنديش احساس ان انت كده. فحاول يعني تظبط الموضوع ده وتخلي توازنك انت من داخلك يعني، ما تهتمش مثلا لرأي الناس فيك سواء كان ايجابي او سلبي، انت غالبا بتهتم برأي الناس فيك، فحاول انك برضو تظبط الحتة دي. فهمت؟ دي كانت قراءتكم المجموعة التانية، الناس اللي اختارت الحجر البني واختارت الحروف دي والكروت دي. اتمنى تدعموني بلايك وشير وتكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.